فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أيام البرد والشتاء في أيام البرد والشتاء نقوم بترك الحنفية حوالي 3 دقائق أو 4 لكي ينزل الماء الساخن، فهل يعتبر هذا من الإسراف المنهي عنه؟ هذا لحاجة، ما هو من الإسراف، هذا لحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.